تحية نضالية لجميع الأحرار أينما وجدوا. اليوم جيت باش نحكي على واحد الموضوع اللي ما طرقتلوش من قبل، لأن راكو عارفين كاين بزاف كل مرة تخرج لنا حاجة نحكيو عليها. هذا موضوع قديم جديد، جديد قديم، هو نتاع معتقلين الطلبة، معتقلين ديال فرع فاس والراشيدية، واللي تلقاو أحكام قاسية جدا بعد ما يسمى بمؤامرة 24 أبريل 2014 اللي ما جاتش بالصدفة. فلما النظام شاف باللي نشأت الحركات الطلابية اللي دائما كانت كاينة في الجامعات فاس وجدة وغير ذلك، فلازم أن كما أن كما نقولوا النظام دائما خصو يخترق لهادو كما نقولوا الأصوات الحرة ويدبر شي مؤامرات، يعني كما نقولوا بالدارجة عايش غير بالقوالب. فكما كتعرفوا أن المؤامرة هذه مؤامرة القادرة، ما يسمى بالجات من الأيادي الظلامية اللي تثبت من قبل، والتغيير التاريخ يعيد نفسه، تثبت في مقتل عمر بن جلون وآية الجيد محمد بن عيسى والمعطي بوملي بالحي الجامعي بوجدة. أما فاش ديجا هذا، فقاموا باستقطاب المدعو عبد العالي حامي الدين اللي الأيادي ديالو ملطخة وهو يعني داخل في الاقتلاء ديال أيت الجيد. فقاموا بإقدامه مع واحد العناصر أخرى من خارج من فاس وخارج مدينة فاس، قدموهم على الجامعة. فبطبيعة الحال أن الطلبة لم يكونوا ليقبلوا بهذا الإقدام، فاحتجوا ووقع اللي وقع، لأن الجامعة برأسها والأرض نتاع الجامعة الطاهرة لن يقبل ترابها باش يجي هذاك حامي الدين يوطى عليه وهو ملطخ بالدماء ديال الزكية ديال أيت الجيد. فالأحكام راكو شفتوها أحكام قاسية على خير الشباب، ماشي شمكارة. وغادي نعرض عليكم وأعلن التضامن معهم ومع عائلتهم، وللتذكير باش نقول لهم رحنا هنا وكنفكروا فيكم. غادي نعرض عليكم الأسماء مع الحكم، وراني استسمح لي خصني نشوف الورقه، ما نقدرش لان ما خصنيش ننسى حتى شي واحد، واستسمح الا نسيت شي واحد. الحسين علوي 29 سنه 15 سنه سجن، يونس المراني 28 سنه 12 سنه سجن، سلمان اوترجي 24 سنه 12 سنه سجن، عادل فاضل 26 سنه 12 سنه سجن، محمودي الحبيب 24 سنه 12 سنه سجن، هشام بولفت 31 سنة 15 سنة سجن، ياسين المسيح 31 سنة 15 سنة سجن، عبد الوهاب الرمادي 34 سنة 10 سنوات سجن، عبد النبي شعول 33 سنة 10 سنوات سجن، بن قاسم بن عز 32 سنة 10 سنوات سجن، مصطفى شعول 30 سنة 10 سنوات سجن. بالله عليكم هادو واش داروا باش يديو هاد الاحكام هادي؟ ما داهاش حتى دانييل غالفان، هذاك دانييل غالفان ما دوزش هاد الاخر، وداك وزير الكراطه اللي سرق الفلوس ونعت المغاربه بابناء العاهرات و المهم حنا غادي نبقاو، لو كان نبقاو نزيدو نعاودو كاع كلشي، داكشي راه نبقى هنا كاع النهار كامل وغدا وبعد غدا وما نكملش. حنا دروك غير للتذكير، وراكو شفتو التصفيات الجسدية، راه ما كاين لا عهد جديد ولا والو، راه حسن الطاهري صافي بالونطون اللي قتلوه، ما تقولوليش زلق
طاح من الريد شوسي ولا شي حاجة، ولا راه فهمت راه كلشي باين يعني، ما تلقاوش عندنا الاخر. ونزيدو طحن محسن فكري وعماد العتابي والاخوان ديالو كمال الحساني وعبد الحفيظ الحدادي، ونزيدو لك هذوك ديال البانكا اللي تحرقوا الكاميرا قال لك ما بقاتش خدامه. المهم الاساليب هذه راه بقات معروفه، احنا خصنا غير نزيدو نفضحو ونبقاو نفكرو كما يقول لك ذكر لا فهم ذكر. وهذا وغادي نطرق لهاد الواحد الشركه اومانور اللي بطنجه امانو باردون بطنجه اللي طردوا العمال ديالها، طردوا العمال ديالها طرد تعسفي وفي هاد الظروف القاسيه بسبب جائحه كورونا. وهذا غادي واش غادي التشرد والجوع، وهما من يناير 2020 ما داوش الراتب ديالهم الشهري يعني لي سالير ديالهم ما خداوهمش من هذاك حتى اليوم، وما زالون بما يعتصمون. وغادي نقرا عليكم هذا والكاتب العام اللي كيقول هذا الشيء. هذا اعتبر الكاتب العام للمكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل عبد اللطيف الرازي يوم الخميس 3 دجنبر الجاري ان اداره شركه امانور رفضت تصحيح خطئها الجسيم المتمثل في الطرد التعسفي للممثلين النقابيين والعمال ما ساهم في اطاله عمر هذا النزاع الاجتماعي وفي معاناه العائلات لما يقارب 11 شهر نتيجة القرار الغير المسؤول للشركة. ودروك راهم كيخمو يديروا واحد الخطوة تصعيدية يمشيو حتى للرباط ونشوفوا واش غادي تعطي شي نتيجة ولا. راكم شفتوا نتوما كيفاش هادو ما خاصينش 10 شهور وحكموا عليهم بالإعدام، هما العائلات ديالهم ما بقاش فيهم واحد جاع وبلا ولا يوكل الدراري ديالو. يعني راكم تشوفوا كيفاش كارثة على كارثة ما كاينش، ومازال كيخرجوا لنا الأبواق اللي كيبقاو يمجدوا في النظام. خرج لنا ذاك وجه الشيخة اللي في أمريكا هذاك اللي باش ما نقولش هذيك السمية هذيك ما تجيش معاه، وجه الشيخة راكو عرفتوه اللي في أمريكا اللي جاي كيهدد في المناضلين. نتمنى بالإخوان اللي في أمريكا باش يرفعوا عليه قضية لأنه هو كيعيش في دولة ديمقراطية وكيجي كيهدد في الناس لا مكان له في الدول الديمقراطيه. وجه الشيخه هذاك اللي داير راسو مشى دار واحد الندوه مع ديك الخرشيش، واش هذاك هذاك ما فهمتش انا واش هذاك اللي هذوك اللي انا يبقى فيا الحال هذوك اللي متبعينه وكيسمعوا له بحال هذاك 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 الانسان هذاك هذاك الشيخه ولا وجه الشيخه ولا ما نعرفش منين خرج لنا هذاك عاوتاني. حتى هو راه كارثه على كارثه. ونزيد نذكركم بالفضيحة الكبرى اللي كانت في ليج لهذا الويكاند اللي فات، علم اليوطي جانب الجنب مع علم إسرائيل، وجاو قال لك تما تضامنا مع الصحراء، ومن بعد جاي تما جامع مشاكة هذاك اللي كيجمعهم تما ما تذكرش الاسم ديالو، هذاك الميكروب هذاك اللي كينسق مع القنصليات والوداديات وهذا كيمشي يلقط هذوك اللي ما عندهمش يعني دوك اللي ما عندهمش الوراق ضحايا كيغريهم يعني بواحد 50 اورو وساندويتش ويعطيهم وعود كاذبه راه غادي يديوكم وحنايا غادي نوقفوا معاكم وكذا ومنا وسيدكم وكذا وغادي هذا. المهم كيجيبوهم تما باش يجيبوهم تما كبلطاجيه يجيو تما ما عندهمش شي حاجه اخرى يديروها. ايوا وكيقول بعدا هو الجاليه اليهوديه ما كيديرش حتى فرق بين اليهود والصهاينه، هذا ما عندوش ما كيديرش ميم با فرق. وباو جايين الناس قال لك مشاو الناس من باريس من بارتو غاديين تما عنده الاخر، هو كيجمعهم كيجمع هذوك اللي كيما نقولوا هذوك اللي ديزيسبيري هذوك اللي مساكين كيستغل الاخر الفقر ديالهم والظروف القاسيه. اما العياشه هذوك بروفيسيونيل اللي كيجيو مع هذوك هذوك الاغلبيه راهم باينين شكون، بحال مول الحرشه تاع صاحبنا تاع المره اللي فاتت، مول الحرشه اللي شبع مطرق في الاول قال لك غادي يمشي يضرب الساعه صدق، هو كيقول لك ارواحو راهم دقدقونا هذاك انا سميته مول الحرشه.
الزعيم والحرشاوي. ادي واش غادي نقول لك انا، راه ما خص المشكل، راه المشكل، راه المشكل في الشعب هذا. ما فهمتش انا واش تا كيستنى، راه كلشي مرتكب، راكم شفتوا كيفاش فضيحه على فضيحه. كيقول لكم النظام خرجوا خرجوا، وانتم ما فهمتش انا، باقيين قاعدين جو سي با كوا. المهم غادي نطرق لواحد الموضوع عاوتاني، راكم شفتوا كاين مواضيع كثيره، وانا يعني دائما ما كنبغيش نكتب في الورقه، ولكن اليوم اضطريت باش ما ننساش. بالنسبه للمعتقلين جراده، باش نذكر ان الاعتقال تاع جراده في 2017 كانوا 92 معتقل. من بعد معتقلين في هذوك، كاين اللي خرجوا، كاين اللي غراوهم، كاين اللي هذا، ومن بعد بقاو 10. راني ذكرت الاسم ديالهم في الفيديو اللي فات. هذوك العشرة رفضوا اي تفاوض، لكن داوهم للسجن، السجن تاع وجده. من بعد ضربوا، قعدوا عام، كاين اللي عام ونص، عامين، ومن بعد خرجوهم بعفو. هما ما سنيو ما والو، خرجوهم بالسيف عليهم. علاش كيديروا توجور هكذا؟ باش كي يخرج الواحد يفتق المصداقيه ديالو، يقولوا هذا راه خرج من بالعفو، يعني غادي بديك بالدارجه باع الماتش. اما هما راهم ما سنيو ما والو. انا كان لي واحد الاتصال مع واحد الاخ، واكد لي انه ما كانش، ودروك يعني داروا لهم الكازي ديالهم، اي وقفه يمشيو يجيبوهم، واخا هما ما يكونوش، غير تكون شي وقفه يمشيو لهم للديور ويهزوهم يديوهم. والى يومنا هذا كاين اللي مازال هاربين، كينعسوا تما في الغابات، ومساكين مازال مطلوبين، كيبقاو يقلبوا عليهم. وهاد المره غير تمشي دير وقفه يجيو يرفدوك، ومازال الاخوان مازال ما خرجوش، مصطفى الدعيني والرفاق الاخرين الاخوان وهذا. وراه يعني كارثه، كارثه بعد كارثه. راني ذكرت الاسماء ديال هذوك المعتقلين نتاع المره اللي فاتت، اللي باقيين واللي مازال ما باقيين. ومن بعد غادي نذكر عاوتاني بالاسماء: مصطفى الدعيني، طيب مقلية، عزيز بوتشيش، رشيد عيادي، احمد بالخيري، اسماعيل قطي، بودو محمد. واستسمح الى نسيت شي واحد. والحرية لجميع المعتقلين، معتقلي الريف، مختطفين، لجميع الاحرار، للاخوان اخ نور السلام القرطاشي، الريزو، باصيرو، مشماش، مول كرسي، مول كاسك. بغينا نعرفوا المصير ديال دريس المقاومة. اعلن التضامن ديالي مع كل العائلات، الله يشفي الامهات المعتقلين، وما نفوتش الفرصة باش نرفع التعازي للاخ والرفيق ربيع همازن اللي فقد الوالد ديالو، وانا لله وانا اليه راجعون. ونتمنى له الصبر ليه ولعائلته. وكما احيي ادريس القطبي، لان راه على مشاجب هذاك الحصان ديالو اللي كنت طرقت عليه المره اللي فاتت، حصان طمعوا فيه داوه لافوريير. المشكل ارتكبوا جريمه في حق الحصان، واش خمسية واش غادي يجيبوا له الماكله؟ هما ما وكلوش حتى الانسان، واخا يعني الحيوان راه الرفق بالحيوان راه من راه مساله راه ضروريه. مسكين مشاو لاخر، راه تلقوا له داك الحصان وغادي نرفعوا له تحيه. هذاك الحصان حصان مناضل، غادي حتى هو غادي يدخل في القائمه ديال المناضلين. كما بغيت نشير لواحد القضيه، وهو ان الاخوان يبقاو يتجاوزوا هاد الخلافات. الا سبك شي واحد ولا ما تردش عليه، خليه هو، ان الانسان اللي كيسب يعبر عن نفسه، ما ترجعوش عليه، لان لبقات المشادات الكلاميه هكذا شي هذا، هذا الشيء هذا كيخدم غير النظام. خص الواحد يكون عنده اوبجيكتيف، يعني علاش كتناضل؟ وما هذاك اللي كيجيو دوك العياشه، هذوك اللي كيسميو راسهم مناضلين وهذوك، راه ما هذه راه كاع لا يعقل. وحنا المشكله ديالنا دروك يا الاخوان، بون النظام عارفينه راه اون فاس، اسرق الزيت كما قال فنان الشعب، سرق الزيت هذوك العياشه. كيكون كيخرج لك بحال هذا وجه الشيخه تاع امريكان، بقى قال لك يحارب الفساد، يدير 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 يدير، في التالي طاح على راسه.
بين راه انا حنا كنا عارفينه شكون هو هذاك باين كاع، حيت اللي كيقول لك نحارب الفساد هذا ما هذاك غير خيما قال لك الاخر لا يعتبر كاع، مش من فساد هذا مش راه ما كاينش اصلاح بعدا خصكم تعرفوها. واش الكاسكيت تكسر تقدر تجمعو؟ آه ما يمكنش. والدروج منين كيتسيقوا دائما نقولها ونعاودها من الفوق ماشي من التحت. والمهم تحيه نضاليه والى فيديو قادم.